السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف خاصية جميلة اسمها بوك مارك. بوك مارك ممكن تكون انت عندك بعض النقط اللي انت بتراجعها في الاجتماع وخايف ان انت مثلا تنسى حاجة او في واحد فيهم تتوه منك، فعايز تحتفظ بيها بحيث توصلها بسرعة. مثلا هتتكلموا على المبنى دوت، ففي خاصية اسمها فيو بوك مارك، هقول له اد واقول له سميها مثلا هوم. طيب تعالى نروح بقى لمكان تاني، هنعمل زوم كده تمام، وممكن نعمل مثلا زوم على الجزء دوت واقول له من الهوم مارك ضيف لي اد ماشي. وبعد كده ممكن نروح لمكان تالت، مثلا عند الطريق دوت واقول له اد بالشكل دوت. اثناء بقى الاجتماع ممكن تقول له ايه ده المبنى دوت، ده المبنى التاني، ده المبنى التالت، وهكذا تمام. وتقدر تعمل ابديت بحيث لو في حصل تعديل للمبنى دوت، اتغير في حاجه الصوره اللي هنا، يبدا يعمل لها ابديت. لو انت في حاجه عايز تحذفها هتدوس على علامه الاكس دي فيبدا ان هو يحذفها لك تمام. ممكن تعمل سيرش هنا لو عندك حاجات كتيره، فتقول له مثلا عايز حاجه اللي هي الهوم، فيبدا ان هو يجيبها لك. وتدوس هنا تقدر ان انت تعدل الاسم.